بكلامهم. النهارده كمان معانا مفاجأة حلوة جدا، ومعانا على التليفون قدس أبونا موسى رشدي. فقدس أبونا يعني فرحانين إن قدسك معانا على التليفون، فرحانين إن إحنا بنعيد عليك كل سنة وقدسك طيب. سلام ونعمة يا أخت رجاء، سلام ونعمة يا دكتور إكرام، الأخ مشيل الجميل، الإخوة ماجد يوسف وديفيد. وحشنا يا قدس أبونا، عاوزينك تبقى معانا في الاستديو يا قدس أبونا، معقول كده؟ أنا معاكم بالروح. عاوزينك بالجسد كمان يا قدس أبونا. ما هو الجسد تقيل، عايز أخف شوية عشان نقدر نتنقل. حقيقي وحشنا يا قدس أبونا، متباركين جدا بخدماتك وبترنيماتك وبصلواتك، ربنا يحفظك ويستخدمك أكتر وأكتر لمجد اسمه. تعيش ومحتاج صلواتكم، وده بصلواتكم. ربنا يحفظ عليكم. النهارده ما تاخدوش عليا قوي عشان صوتي رايح. لا ابونا، امال فين الترنيم يا ابونا؟ راجع بعد شويه. فين الترنيم؟ بس انا فرحان معاكم المرنمين الجمال والاخ مشيل. ربنا يبارك. المرنم المحبوب. ربنا يبارك. ويعني كل سنه وانتم بخير. انا ما يفوتنيش برضو انه فعلا يعني أعيد على كل الخدام اللي موجودين في القناة، وما يفوتنيش قبل كل حد يعني أقول للرب يسوع نفسه قبل كل حد. يا رب كل سنة وانت موجود فينا، وكل سنة واحنا بنخدمك، وكل سنة واحنا بنيجي عند رجليك ونفرحك، وكل سنة واحنا بنكرز باسمك. وبعيد كمان على الكنيسة الأم، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بكل ما فيها. بعيد على هدية الله البابا تادروس اللي هو تيودروس هدية الله. وبعيد على كل أبائنا الأسقفة والكهنة، وبعيد على كل حد موجود في مكان حاسس انه المسيح يعني هيجيله بهدية. وعايز اوصي في البداية كده، في بداية كلامي، انه ليلة الميلاد هي بتبقى ليلة تحقيق الامال للناس اللي مستنية لمسة حب وكلمة حنان. اللي ما اتصلش بقرايبه بقاله مدة ياريت يفتكر يعمل كده، واللي بقاله وقت ما خدمش ربنا في حد فقير أو زيارة مريض أو في السجن ياخد البركة دي. ده روح يسوع، دي روح المسيح في العيد ده. وبعيد عليكم كلكم في القناة، وكل العاملين، دكتور رأفت ودكتورة دينا ورجاء وكل الأسماء عشان ما انساش حد. ويعني أنا صحيح ما كنتش قادر في كل الأوقات أبقى موجود معاكم في البورد زي زمان، لكن يعني أنا موجود برضو بالروح، والبركة فيكم وفي محبتكم. ربنا يخليك لنا ابونا، تعيش وتخدم، وسلامتك الف سلامه. صوتك تعبان، ورغم تعبك ورغم ان انت عيان، بس قد ايه محبتك كبيره لينا ان انت تدخل وتعيد على الساده المشاهدين، حاجه كبيره جدا يا ابونا. زعلانه طبعا لانه باخد كل مره ترنيمه او مديح او لا. انا ممكن ارنم برضه. طبعا يا ريت. ايه علينا يا رجاء. يا ريت يا انا يعني برضو ما جربتش صوتي وانا رايح. بيبقى شكله ايه؟ طب نجربه النهارده على الهوا يا ابونا. لكن انا عايز اقول حاجه تانية. اتفضل. عايز اقول انه في الوقت ده عايز الفت نظر الناس قوي لمجد الروح القدس ومجد المسيح جوه الكنيسه. الاباء في قديس عظيم اسمه القديس ايريناوس يقول يوجد إله واحد هو الله الآب كما بيننا، ومسيح واحد هو ربنا يسوع، جاء بحسب التدبير الشامل ليجمع كل الأشياء في نفسه، ومن ضمنها الإنسان الذي هو خليقة الله. قد جمع الإنسان أيضا إلى نفسه
أن غير المنظور صار منظورا وغير المدرك صار مدركا وغير المتألم صار تحت الألم والكلمة صار إنسانا جامعا بذلك كل شيء في نفسه حتى كما أن الله هو الأول بين السمائيين الروحيين غير المنظورين هكذا يصير هو أيضا الأول بين المنظورين. دي كلمات القديس إيرينيوس. وفي كلام للقديس إفرايم السورياني الروح القدس الذي كون جسده في أحشاء البتول ومسحه بعد خروجه من الماء وأعلن أنه المسيح الرب هو ذاته يكون كياننا الجديد على مثال كيان يسوع رب المجد ويمسحنا لنكون ملوك وكهنة الله أبي ويقدسنا لندخل شركة حياة الثالوث شركة أبدية الكلي المجد والقدرة صار في الجسد الضعيف الحقير لكي يضع المجد والقدرة أساسا لبنيان جديد والخليقة التي بدأها في بيت لحم وبشرنا بها بشارة لحم ودم لم تكتب بحروف بل بروح الحياة الذي كون الجسد ليكون شهادة حب إلهي المولود الذي لا يعرف حدود الولادة وضع ذاته في الجسد خالق الزمن صار تحت حدود الزمن وجلس على عرش جديد من لحم ودم القديسة مريم العذراء بعد أن كان يجلس على عرش الشيروبيم وحده المساوي للآب جاء بالمساواة وثبتها بين البشر وجعلهم مساويين لتجسده أما المساواة للآب حقه الأزلي فقد صار ضمانة الخلاص المجد لك يا من تجسد من والدة الإله القديسة العذراء مريم بالروح القدس وأعلنت الحياة الجديدة وشركتنا مع الآب أمين كلام رائع. جميل قوي يا أبونا كلام رائع طيب بما ان قدسك مش قادر ترنم ولا هتجرب يا ابونا فينا على الهوا النهارده ترنم وتجرب فينا يا ابونا على الهوا لا ما نجرب انت مش عايزه ابونا يرنم ليه رجاء بتضطهدك يا قدس ابونا نعم رجاء بتضطهدك اضطهاد علني يعني أو هي بتضطهد المشاهدين يعني كلنا عايزين نسمعك يا أوت سابونا محبتكم كلها واضحة وجميلة وكبيرة ربنا يباركك يا أوت سابونا فعلا بعيد عليكم كلكم ربنا يخليك ويعني عايز أقول للناس السبوت اللي فاتت كانت فرص حلوة قوي إن الناس تحضر سهرات كياك وإنه يتأملوا في المعاني الرائعة في ثيوتيكيات الكنيسة سهرات كياك ثيوتوكية الأربع أنا عايز كنت أقول حتة منها يا ريت بتقول كل الطغمات السمائية ينطقون بطوبويتك لأنك أنت هي السماء الثانية الكائنة على الأرض كل الطغمات السمائية ينطقون بطوبويتك لأنك أنت هي السماء الكائنة على الأرض باب المشرق هو مريم العذراء الخضر الطاهر الذي للختن الناقي تطلع الأب من السماء لم يجد من يشبهك أرسل وحيده وتجسد منك كل ملوك الأرض يسيرون في نورك والأمم في ضيائك يا أم الله تطوب جميع الأجيال ونحن نسجد للذي ولدتي ونزيده علوا تطلع لب من السماء لم يجد من يشبهك أرسل وحيده أتى وتجسد منك أمين جميل يا سبونا الله يباركك
أبونا حتى وأسك تعبان، صوتك جميل يا أبونا. يعني تعيشوا الجميل. ربنا يحافظ عليك يا أبونا وتعيشوا تخدم. المشاهدين يكونوا يعني بيصدقوا كيف دي. تعيشوا تخدم يا أبونا وربنا يحافظ عليك وكل سنة وقدسك طيب. قد إيه فرحتنا حتى وأنت تعبان يا أبونا إن قدسك تبقى معانا وتعيد علينا وعلى السادة المشاهدين، بركة كبيرة خالص لينا. هطلب من قدسك قبل ما تسيبنا، أنا عارفة إنك تعبان، بس هطلب صلوة للبركة، صلوة للناس. يمكن كل ده طلبة بنطلبها من أول حلقة النهاردة، إنه في ناس كتير حزانة أحد أفرادها انتقلت أو انتقل، كمان في ناس تعبانة، في ناس مريضة، في ناس مش قادرة تحس بالعيد. هنطلب صلاة من أجل هؤلاء، وهنطلب صلاة بالسلام والفرح والبركة في العام الجديد لكل أحبائنا مشاهدي قناة الحرية. تفضل يا أبو. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لكلماتي اصغي يا رب، تأمل صرخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي يا رب. بالغداة تسمع صوتي، بالغداة أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. في بداية سنة جديدة يا رب، وفي بداية عام جديد، ومع ذكرى تجسدك المجيد يا ابن الله الحي، بسجد عند رجليك وبطلب منك يا رب بركة لكل من يسمعنا ويشاهدنا الآن، بركة حضورك وافتقادك الإلهي. عبدك يا رب زكريا أبو القديس يوحنا المعمدان المبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. مطلوبك يا رب تفتقد وتصنع فداء لشعبك. أمين يا رب. افتقد يا رب الحزانة، وافتقد يا رب البعيدين، تعامل معهم، تعامل مع قلوبهم، رجعهم إليك يا رب إلى حضنك ولحضرتك. يا رب. افتقد يا رب المرضى بلمسة شفاء. افتقد يا رب المتحيرين إنك تعطيهم حكمة وإرشاد إلهي. أمين. افتقد يا رب أيضا المحتاجين إنك تسدد احتياجاتهم. افتقد يا رب المتألمين بتخفيف ألمهم، وافتقد يا رب يسوع المسيح المجروحين بتطيب خاطرهم يا ابن الله الحي. اذكر يا رب أولادك وبناتك اللي وقعوا تحت ظلم، لأن صراخ المظلومين يصل إليك يا ابن الله الحي. نعم. وأنت تنجي البائس ويكون للذليل رجاء. أمين. اذكر المذلولين وفك هذا الذل، واعطيهم يا رب نصرة، لأنك أنت المجد ورافع الرأس. أشكرك. وأنت الحصن والملجأ. أشكرك. اذكر يا رب يسوع المسيح المتغربين، كن أنت يا رب الصديق والأب والأم. اذكر الذين فقدوا يا رب ذويهم، لأن الأب والأم تركانا، أما أنت فتضمنا. اذكر يا رب يسوع المسيح الناس اللي ما عندهمش مأكل يكفي أو ملبس يكفي، أنت صعدت إلى الصليب عريانا لتكسونا بتوب برك. واذكر يا رب يسوع المسيح السهرانين عند أبوابك ليطلبوا تعزياتك، عز الكل بروحك القدوس وبنعمك الإلهية العظيمة. اذكر رب هذه الخدمة التي لك في قناة الحرية. اذكر رب فعلا من الصغير إلى الكبير. اذكر رب فعلا الناس اللي بتخدمك في كل مكان وفي كل مجال جوه القناة. يا رب من فضلك بارك الكل، وأعطي للكل يدرك أنه شريك معك في الخدمة. أمين. لم تستحي أن تدعونا شركاء، ولم تستحي أن تدعونا إخوة، ولم تستحي أن تدعونا خدام. وإن كان ليس لينا يا رب أي فضل في خدمتك، بل أنت صاحب الفضل في أن روحك القدوس يخدم فينا. أذكر رب اللي بيعدوا البرامج وبيقدموها، أذكر اللي بيرنموا، أذكر اللي بيصلوا. أذكر يا رب شعبك وكنيستك في هذا الوقت في كل مكان.
حط بلدنا مصر قدامك يا ابن الله الحي. نعم. افتقد يا رب مصر، اصنع فداء لشعبك. امين. اقم قرن خلاص في مصر يا رب، وتكلم في قلوب الكل من اجل سلام كنيستك. عد يا رب بكره على خير في الكنائس. امين يا سيدنا. سور حمايه من نار، تحت يا رب حمايه روحك القدوس ودمك الطاهر. امين يا سيدنا. لا يقترب اليها الشر. امين يا سيدنا. ولا تدنو ضربه من مساكنك. نعم. يا رب الجنود. نعم. خلي الناس يا رب تروح بكره تسبحك وتصلي لك وتفرح بيك وترجع بيوتها في فرح المسيح. امين. وادي يا رب نعمة كمان لإخواتنا المسلمين في مصر، بصلي من أجلهم إن هم يا رب ينالوا افتقاد عظيم من عندك يا رب يسوع المسيح. أعطي يا رب لشعبك وبلدك المحبوبة مصر اللي انت جيت يا رب مشيت على أرضها، إنها تكون يا رب فعلا مكان انت بتعرف فيه حسب النبوة، فيعرف الرب في أرض مصر، يكون مذبح ليك فيها ويعرف الرب في أرض مصر. أمين. وتغطي معرفة وتمتلئ الأرض معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. أشكرك يا سامع الصلاة لأنك بيأتي إليك كل بشر. أشكرك يا سيد الرب لأنك رب تسمع وتستجيب من أجل شفاعة دمك المسفوك على عود الصليب، ومن أجل الروح القدس الذي يشفع فينا بأنات لا ينطق بيها، من أجل شفاعة أمنا العذراء القديسة مريم اللي الآب اختارها والروح القدس ظللها والابن تنازل وتجسد منها، من أجل كاروزنا العظيم مريم مرقس وكل مصاف القديسين اللي أرضوك منذ آدم إلى آخر الدهور. نثق أنك سمعت واستجبت، ليك السجود والمجد والكرامة والعزة والبركة من الآن وإلى أبد الدهور كلها. آمين. آمين. أمين أمين يا أتصابونا، تعيش وتصلي، تعيش وتخدم، بركتنا، فرحتنا، قد إيه حسينا بطعم العيد وقدسك كمان معانا. ربنا معاك يا أبونا ودايما نذكرنا في صلواتك، ربنا يديم كهنة. أنا بس عايز يعني بعد الفقرة دي خدوا ترنيمة بقى، الأخ مشيل والأخ هنعمل كده ماجد، هنعمل كده يا أبونا. يعني سبحوا بقى دو يعني دون تسبيحه كده وترنيمه. أمين. نفرح معاكم بالمسيح. امين يا بونا. يا رب في اول احتفال لينا يا بونا تكون معنا في الاستديو، يعني قد ايه مشتاقين فعلا يا قدس ابونا. انشاءت عنايه المسيح، احنا السنه دي في راس السنه أنبا انتوني فرحنا خالص بزيارته للكنيسه، والحقيقه كانت كلمته معزيه كمان فرح الناس، وأنا بصلي إنه كل الكنيسة تفرح، وعايز كمان يبقى في دعوة من خلال الوقت اللي باقي في البرنامج إنه الناس اللي في المهجر تصلي من أجل إن الناس تخرج على خير بكرة وهي رايحة الكنيسة. أمين. يا رب. لا يفقد أحد في اسم الناس، ترجع بيوتها بسلام. أمين. وتفرح ويفرح الصغير قبل الكبير. أمين أمين, أمين. أمين. شكرا لك يا بونا، وبنشكرك جدا على سهرك وتعبك، كل سنة وقدسك طيب.